مالهم ومال حجاب المرأة؟ إيه اللي مضايقكم في حجاب المرأة؟ يا جماعة افهموا، مش أنتم، هم، وأنا معاكم. أن شرع الملك لا يحارب، لأن الذي وعد بنشره وبحفظه هو، وكلما حاربوه انتشر، انتشر والله العظيم. أي أمر يثبت عن رسول الله بدليل قاطع لابد أن ينصر يوما من الأيام، رضينا أو لم نرضى. مالهم وما مال ملبس المرأة، مالهم ومال النقاب، ما الذي يحول بيننا وبين توصيل المعلومة من أخواتنا من الأساتذة والفاضلات المعلمات في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ إيه اللي حيعوق في توصيل الكلمة؟ إيه اللي حيعوق؟ إيه يعني اللي حيعوق؟ إيه اللي عايزه ابني أنا في الجامعة أنه يرى وجه الدكتورة قدامه؟ إيه اللي عايز من وجه الدكتورة؟ هي بتجلس كده بس أنت مش باين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سوف نتكلم في هذه المحاضرة يا أولاد إن شاء الله، أيما تكلم مش وصل لك. صليتم على سيدنا رسول الله؟ طب لماذا لم يراعوا أولادنا من الناحية النفسية عن التي قد لبست من الملابس التي لا ترضي الله، ثم تستقبل السبورة بوجهها، وقد لبست من الملابس الضيقة وأعطت ظهرها لأولادنا وهم في مرحلة المراهقة؟ يعني أولادنا حيكون بيننا وبينها عجاب؟ صليتم على سيدنا رسول الله؟ ألم تكن هناك في إحدى المرات جابوا تقريرا عن ذلك، فأحد الأولاد قال أما بفهمش من الأبلة، قال لأنني أركز على بعض مفاتنها. اشمعنا ما خدناش دي؟ ولكن نقول والله غالب على أمره. فمن هذا الحدث نعرف أن المرأة كانت نقابها معروف. النقاب يا أخي في الله إما أن يكون واجبا، وهذا فريق من أهل العلم، أو إما أن يكون سنة، أو إما أن يكون فضيلة. يا أخي خليك في رقم ثلاثة حتى يا أخي، فضيلة، سيبها فضيلة. صح والغلط مش هنكتر أكتر من كده. الشيخ محمد سعيد البوطي اللي احنا بنشرح في السيرة بتاعته متكلم كلام في هذا المجال، كلام جميل جدا، بيقول حتى الفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، قالوا عند الفتنة يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها. وأي فتنة أكبر من التي نعيش فيها الآن؟ سبحان الله. صليتم على سيدنا رسول الله؟ ولكن كل شوي حجاب المرأة نقاب المرأة، حجاب المرأة نقاب المرأة. يا ناس اهدوا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا إليه يا رب.